لنعمل معا من أجل المناخ، ذلك هو الشعار الذي قص به منظم ميدكوب المناخ في دورته الثانية والمنظمة بمدينة طنجة اليوم الاثنين شريط البداية، في حفل افتتاح حضره الأمير مولاي رشيد وعدد من الشخصيات السامية السياسية والعسكرية وضيوف حضروا المؤتمر من دول حوض البحر الأبيض المتوسط. كما تابع الجميع الافتتاح النسخة الثانية من القمة المتوسطة حول المناخ من خلال أولا سواء كالرسالة الملكية التي كانت واضحة ولا أقول بأنها مليئة بالإشارات بقدر ما مليئة بقرارات مهمة جدا من قبيل تأسيس هيئة الخبراء المتوسطين حول البيئة وإضافة صندوق ائتماني للبحث عن التمويلات وطنية وأجنبية لمكافحة التحولات المناخية، كما أن الرسالة الملكية تكلمت بشكل واضح على الدور التاريخي الذي لعبه البحر الأبيض المتوسط في تلاقي الحضارات والثقافات، وأيضا هذا الفضاء الذي كان مهدا لكل الحضارات، واليوم يجب أن نشتغل بشكل جماعي لإعادة الاعتبار لدور الفضاء المتوسط دوره التاريخي والطبيعي. اليوم في إطار هذا المؤتمر المتوسطي للمناخ والتغيرات المناخية وصلنا إلى قناعات مهمة. القناعة الأولى أنه من الضروري أن يتم العمل بكيفية وفي تكامل شامل ما بين الحكومة وما بين الجماعات الترابية على الصعيد المتوسطي. لماذا؟ لأننا اليوم متيقنين بأن لن نصل إلى تحديد ارتفاع الاحتباس الحراري في 2 درجات إلى أن لم يتم تعبئة الفاعلين غير الحكوميين، والجماعات الترابية فهي جماعات مهمة يمكن أن تلعب دور أساسي من خلال الطاقات المتجددة، من خلال كذلك حكامة جيدة للماء، من خلال كذلك السياحة الإيكولوجية. المغرب يعني يحصل الشرف أنه يدير الامتداد، يعطي القمة الثانية النسخة الثانية من هذا الميدكوب ديال المناخ. وهذا ماذا يعني؟ يعني أننا خلقنا واحد الحدث لأن في الاستمرارية وفي الابتكار، والميدكوب هي مهمة جدا لأن ليست لها علاقة بالمفاوضات مباشرة ولكن لها علاقة بالتنزيل على أرض الواقع. وميثاق باريس بيّن لنا أننا لن نصل إلى الهدف إذا لم نكن مستعدين للتفعيل، ولذا صاحب الجلالة قال بأن قمة مراكش هي قمة الفعل، هي قمة العمل، هي قمة التنزيل. وحقيقة هذا الموضوع مهم جدا خصوصا بالنسبة لقطاع الماء والتطهير والطاقة، حيث كما تعلمون منذ أكثر من 10 سنوات أعطى صاحب الجلالة نصر الله تعليماته لحماية هذه المنطقة من تلوث، خصوصا من تلوث المياه العذبة، حيث أنجزت عدة محطات لمعالجتها من السعيدية مرورا من الناظور والحسيمة إلى تطوان وطنجة. فالمغرب ما بقاش يكب في البحر الأبيض المتوسط المياه الخام. من جهة أخرى بالنسبة للتغيير المناخ، ما يقع اليوم وما نرى هما تغيرات جد قاسية من ناحية كمية الأمطار لتصل لهذه المنطقة منذ 3 سنوات. المنتدى المتوسطي حقيقة هذه مبادرة جد مهمة في إطار المنتدى العالمي للمناخ، هذه النسخة الثانية للمبادرة جاءت أيضا لترسخ البعد المتوسطي للمغرب والدور الكبير الذي يلعبه المغرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي رغم جميع التحديات والمشاكل والأزمات التي تعرفها لا زالت وسوف تبقى
المنطقة دائما هي المنطقة الأكثر أهمية على المستوى العالمي، وهي المنطقة التي لها مستقبل، نتمنى أن يكون في يوم من الأيام مستقبل يعني إيجابي. النقطة الثانية المهمة هي أنه هذا المنتدى اليوم جاء أيضا ليساهم في إنجاح الدورة 22 للمنتدى العالمي للمناخ الذي تحتضنه مدينة مراكش في نوفمبر لهذه السنة. المنتدى في نسخته الثانية بعد نسخته الأولى التي انعقدت السنة الماضية في مارسيليا جاء لتلاقح الخبرات والتجارب من أجل وضع اليد في اليد لمقاومة التغيرات المناخية التي تهدد البيئة المتوسطية. Je vous invite dans ces deux jours à la MedCop. Nous intervenons à la MedCop au niveau de tout ce qui est réalisation nouvelle des villes écologiques qui puisse permettre en fait de réduire les émissions gaz à effet de serre pour la société, pour les générations futures. Donc nous sommes ici dans le stand qui va être bientôt à 9h jusqu'à 10h30 demain. Donc je vous invite à venir nous rejoindre sur notre Smart City Solution. انا نقول لكم هذه بادره ممتازه طيبه، اولا باش يمكننا نذكروا على البيئه والحفاظ على البيئه في حوض البحر الابيض المتوسط، والمشاكل راه كثيره، يعني البيئه تتدهور بسرعه بما خصوصا الارز ديال الريف الاوسط الاعلى اللي هو مهدد، واحد التهديد خطير جدا، وحنا عينا ما ندافعوا، ولكن لحد الساعه حتى واحد ما خدا المبادره باش يحلنا ذاك المشكل. انزرافات التربه يعني ما حتاش نتذكروا عليها، والان خص العمليه ديال الغرس. اولا في العود غنبقاو كنتكلموا الكلام من اجل الكلام، خصنا نجوزوا العمل الميدان ونشاركوا الساكنه مباشره في هذه المهمه هذه باش نغرسوا هذه المنطقه ديال البحر الابيض المتوسط، نغرسوا بعدها ونبداو بالغرس ديال الجبال باش الارض تبقى في بلاصتها ما يبقاوش الانزرافات، وباش نحافظوا على المياه ديالنا. اليوم احنا كاطفال قدمنا رسائل ل 2000 شخص كانوا اليوم وكاع اللي كيشاهدونا على اي حاجه اخرى باش انهم يقدروا يتعرفوا على احنا الاطفال شنو باغيين احنا من هذه المؤتمرات وشنو حنايا في المستقبل، حنا غادي نكونوا قائد رواد، انت حنا خصنا نتشاركوا في هذه الانشطه بحال هكا، وطلبنا يكون عندنا مؤتمر باش انت حنا نقدروا نشاركوا فيه كاطفال وكناشئه وكرجال مستقبل. مؤتمر ميدكوب للمناخ بطنجة مكن كل مكونات المجتمع المتوسطي بما فيها الأطفال من التعبير عن استعدادهم للتضحية من أجل بيئتهم باعتبارهم مستقبل هذه المنطقة. ندوة وورشات وأنشطة مكثفة خلال أول أيام المؤتمر المتوسطي ميدكوب المناخ بطنجة، والذي افتتح فعاليته الأمير مولاي رشيد صباح اليوم الاثنين. تلا خلاله رئيس المؤتمر إلياس العمري الرسالة الملكية للمشاركين في هذا الحدث الدولي الكبير، والذين جاءوا للوقوف إلى جانب البيئة من أجل الحد من التغيرات المناخية التي يشهدها حوض البحر الأبيض المتوسط. عبد القادر الفطواكي وعبد العالي بالبدوي، بعتة الأيام 24، إلى عروس البوغاز مدينة طنجة.